معانا انت؟ ها؟ معايا انا؟ ايوه معاك انت. في شنو يا سيد مالك؟ ها؟ مالك في شنو؟ وين انت؟ انا برا هنا في الشارع. برا في الشارع ده ما منزل. وانا مالي مال منزلك يا اخي؟ ما تجيب في الشارع؟ الشارع ده حق زول؟ لا انت تجيب يعني انت تطلع على المنزل؟ يا زول تطلع على منزلك من يا زول؟ اصل انا مش قاعد اغسل هنا الغسيل الاسبوعي؟ بظروفك يا سيد انا واقف في الشارع والله ما واقف في بيتك. اصل انت نفسك تسمح لك انت تطلع على منازل الناس التانيين بس انت ما تعدي. يا زول تعدي شنو انت داير تصل لشنو يعني؟ داير اصل انت ما المفروض تعالي لي انت ذاتك الواحد يكون قدام يمشي في الشارع على اكد رقبتي انه ما قاعد ينظر من بيوت الناس. يا زول انا ما قاعد انظر في بيتي يا زول انا واقف في الواطدي مالك؟ واقف؟ هاي انزل انت انزل تحت انزل تحت علي قاعد انزل. انزل وين يا زول؟ ما انت راكب شنو؟ ما راكب اي حاجه. ها؟ ما راكب حاجه دي طولي انا كده. انت طويل كده؟ هاي انا طويل كده عندك اعتراض؟ لا انت طويل كده تطلع على الهدوم كلها نظام الغسيل اي حاجه مش تعالي جوا الاسنان انزل؟ يا سيد انا الله خلقني طويل كده اعمل شنو يعني؟ والله نعم بالله والله نعم بالله لكن انا اقول لك حاجه حقه تعرف انه كده ما صح وده ممكن يفتح فيك بلاغ عديل كده والله. لا يعني امشي كيف يعني؟ امشي كيف انا في الشارع؟ انا هسي واقف في الشارع ما واقف في بيتك ولا في حرم بيتك. انت هسي واقف جنب العمود يعني؟ واقف في الشارع الشارع الواحد ده. طيب انت كده مش عارف تعاين كده ليه يا اخ؟ ما انت يا زول انت كورك تلا يا اخ. زول غريب يا اخ. غريب منو؟ غريب انت ده. والله غريب الدنيا يا اخ والله والله غريب. اسمع يا زول اوي انا اوي انا اقول لك كلام انا بفتح فيك بلاغ والله. تفتح بقى؟ اهي امشي افتح بلاغ امشي علي يلا. افتح لا ما في خيلك اركب. والله افتح فيك بلاغ عديل كده. افتح يا زول. ما تعمل لي فيها طويل طويل شنو؟ طويل يا زول مالك مال انت؟ طويل انا بفتح فيك بتاع بلاغ في المقاييس والموازين. امشي يا زول افتح بلاغ في اي حته انا واقف مع خط. بس انت مقاس ده؟ هاي مقاس يا زول مالك؟ امشي يلا خلاص امشي. امشي اللي كان طويل كان والله افتح فيك بلاغ بتاع مقاييس اسد والله عليك. كويس ده شوف امشي علي يلا افتح بلاغ امشي. وريك انا. خصوصيه ما عندي في البلد يا اخي. أيوة يا جناب أنت وين؟ قريب؟ تعال موضوع خطير جدا والله بلاغ خطير شديد يعني هاي بس تعال أراجيك أنا شنو يا كبسول؟ يا جناب في شنو؟ بلاغ خطير والله بلاغ في شنو؟ هاي المنظر ده يا اخي ها؟ هاي المنظر ده يا تو منظر في شنو يعني؟ المنظر ده الواقف ده يا اخي ده مالو يعني ما زول واقف في الشارع يعني قول لي ما تجيبه ولا شنو يا كبسول؟ واقف في الشارع لكن يا اخي راسه جوا البيت كله يا اخي يا اخي زول طويل الشارع ده الشارع احنا ما نقدر نقول يا زول يا اخي اكثر شويه ولا يا اخي زول ربنا يعني اي زول طويل ممكن يجيب في الشارع يشوف بيوت الناس كلها كان انت غسلتك كان ما الليله كده مالك كده اي حاجه الزول ده عيلك في بيتك؟ عين عين انا كنت اسمع قاعد اغسل لما بنعني من تكون انت نظمت معايا يا كبسوري زول ده يعني زول طويل اللي عملناش هنا يا كبسوري يا اخي انا اي زول يكون طويل زي ما داير يا اخي هي زول يا اخي يا الله والله كبسوري انت والله يعني ما في ماده غنيه شنو؟ ما في ماده غنيه تخلي زول طويل يعني ما ينظر يعني ماده غنيه تعمل شنو يعني؟ يعني ينظر شزرا الى الحاجات يعني ماده غنيه تقصر الناس يعني يقول لهم اكسروا يعني لا يكون طويل لكن لنفسه شنو؟ يكون طويل لنفسه بس زول طويل لنفسه يا كبسوري زول في الشارع في الشارع بعدين زول يا اخي تاخرته مع خطيبته يا اخي يعني هو واقف مع خطيبته انت احرجته اسوي شغله خطيبته انا؟ ها؟ وين خطيبته؟ لا لا خطيبته لازم تعتذر لها وين؟ وين؟ لازم تعتذر لها وين؟ يا انس تعال وين؟ تعال في شنو؟ لا دقيقة بس السلام عليكم اعتذر لها بس شوف في شنو يا اخوان؟ وعليكم السلام السلام عليكم يا اخت اهلا وسهلا لا اعتذر لها لا في مادة انا بجنبه؟ مادة بتاع شنو؟ هم اللي ممكن بعد انت انا خطيبة الزول يعني؟ خطيبته في شنو واقفين في الشارع وقايلين لكم امجاد من الشارع في شنو يا اخواننا؟ لا يعني وين يعني انت يعني مثلا نظام غايس؟ شنو؟ انت يعني وين عايز تزود وين انت وين؟ يا اخي مالك مالو يا اخي؟ اصل ما بلغت انا عديل كده كبسور ده بلغت تاني عديل والله بلغت شنو؟ عدم تكافؤ في المقاييس يا جنو اخش له؟ اخش له وين هي؟ تخش له وين؟ امشي عندك اخ امشي وين بلغت امشي امشي يا اخي
انزل امشي امشي يلا.